نظمت حركة الإعاقة من أجل حقوق الإنسان مسيرة احتفالاً بعيد الاستقلال انطلقت من بشار الخوري وصولاً لساحة الشهداء. كان شعار المسيرة حرية وكرامة للكل بوطن للكل. تجمعوا الأشخاص ذوي الإعاقة من كل المناطق اللبنانية وانطلقوا بمسيرتهم ليوصلوا صرخة من كل لبنان، نزلوا ليقولوا بدنا وطن يساع الكل بكل فئاته. جينا لحتى نخبر أول شيء عن الإقصاء المزمن، الإقصاء المزمن والمتعمد يلي كان حاصل من قبل كل السلطات اللي مرقت تجاه فئة الأشخاص المعوقين. جايين نأكد إنه حقوقنا كأشخاص معوقين بهيدا المجتمع هي جزء ما بيتجزأ من حقوق وقضايا الثورة. في إنه للأشخاص المعوقين طلع من سنة 2000 رقم 220 19 سنة ونص لهلأ ولا تنفذ منه إلا 10%، والأشياء ما بكتير بتأثر على حياتنا. بدنا بلبنان الجديد حقوق كل إنسان توصل، ومنهم شريحة الإنسان اللي عنده إعاقة. اليوم نحن بدنا حكومة جديدة تلحظ كل حقوق الفئات المهمشة بما فيهم الأشخاص المعوقين. اليوم بدنا وطن يساع الكل بكل فئاته. بدنا نكون مثل كل اللبنانيين، عم نطالب مثل كل هالشعب. جينا لنطالب باستقلاليتنا كمان من استقلالية لبنان. أولاً نحن جزء لا يتجزأ من هذا الشعب اللبناني، نحن جزء لا يتجزأ من حركة التغيير. لبنان جديد، نحن ما بنقبل يطلع إلا ما نكون جزء رئيسي منه. نحن معاقين مقدمين طلبات على أكشاك، صرنا 15 سنة ما عم يلبونا الأكشاك، ما نشتغل وما نعيش. كلنا وجع هون، ما حدا بيطلع فينا، بس هن بيسرقوا وبيضبوا. انه في معاقين وصلت للتعليم العالي وما عم تلاقي شهادات، ليش بيطلعوا فيك؟ لانه معاق ما بيوصفوا، ليش منسيين؟ ما حدا بيعرف. بيبقى الامل انه تكون هالانتفاضه الشعبيه الخطوه الاولى بدمج ذوي الاعاقه فعليا والاعتراف بكفاءاتهم وفعاليتهم وانتاجيتهم بالمجتمع اللبناني.